حضرتك منورانا ودايما بتفيدينا ودايما بتدينا دفعه كده للامام. النهارده بعد الحلقه دي هنبدا تحدي انا وانتي مع كل المشاهدين اللي بيشوفونا. لا ده تحدي مع من هو يعاني من زياده وزن. انا جايبه لهم النهارده ادري ومحمود حالات ناجحه على ارض الواقع، حاله خاسه 64 كيلو و50 كيلو من غير دايت، من غير رجيم، من غير عمليات جراحيه، من غير مجموعه وقائمه ممنوعات، مفيش الكلام ده. كل الحكايه ان هم اتصلوا وتواصلوا معانا على صفحتنا وجالهم الكورسات مناسبة لحالتهم الصحية وللفئة العمرية، لأن محمود 17 سنة، أدري 23 سنة، ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. شوفي هم كانوا إيه قبل وبعد.